لي سؤال أرجو التفصيل والإيضاح من قبل فضيلة الشيخ عن كيفية صلاة المسبوق. فمثلا دخل واحد للمسجد في وقت صلاة العشاء فأدرك ركعتي الجهر، وبعد أن سلم الإمام قام المسبوق ليكمل الركعتين. السؤال: هل يصلي الركعتين جهرا بالفاتحة وسورة أم يصلي سرا بالفاتحة فقط، وكذلك في باقي الصلوات الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الصحيح من قولي العلماء أن ما يدركه المسبوق يعتبر أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه يعتبر آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. دل على أن ما يقضيه المسبوق بعد سلام إمامه يكون آخر صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبره إتماما لها. بناء على ذلك فإنه لا يجهر بما يأتي به بعد سلام إمامه إذا كان بعد التشهد الأول، أما إذا كان قبل فيه شيء مما قبل التشهد الأول فإنه يجهر فيه في صلاة الليل كالمغرب والعشاء، ونعم كالمغرب والعشاء. نعم.